ثم يبقى على قيد الحياة إلى أن تسمى دورة المهرجان هذا العام باسمه. مش عارف أوصف الشعور إزاي. الموسيقى اللي جاية هو معلمي الأكبر في التزاوج. ناس كتير بتفتكرني اسكندراني لأن أنا أحب أروح اسكندرية في الشتاء. صحيح إن أنا كنت بروح مع إخواتي مع الأسرة في الصيف، ولكن ما كنتش بعرف كتير في الصيف. الشتاء بقى أحب أعيش مدينة الإسكندرية. بالنسبة لي فعلا كأنها على سقف دماغي من فوق كده. أنا ماشي فيها كل عمري أشوف إن المحلات الإسكندرية لازم يبقى مش في كل شارع عمومي في إسكندرية مفيش بتاعه، يبقى في كل حارة، يبقى في كل عطفة، لأن إسكندرية هي السينما. إسكندرية سينما. الله. وبعدين انا صاحي من الفجر وتفصل البدله دي مقصود وجاي في اوبر ودافع فلوس الاوبر والجزمه دي ولفيت اسكندريه كلها علشان الاقي فرش للجزمه ما لقيتش. اشمعنى انا محمود حميد؟ انا عرفت ليه، علشان بيحب السيم، وعلشان بيحب الانتاج، وعلشان بيحب البلياردو، وعلشان راجل دارس ومثقف وعمل مجله وحاجات كتيره. وعشان كده هقول له محمود حميده طول بعرض ماشي يهز الارض. بس انا في عندي ملحوظه صغيره جدا هقولها للاستاذه منى باظر. ازاي الحاجات دي كلها تحصل بدون اذني؟ كان لازم ياخد اذن مني انا القيصر. هي اثبتت كمان موهبتها بجدار، ومش هقول لكم هي مين، بس هسيب تقدمها للاعلاميه المتالقه اللي اصرت انها تيجي تقدمها بنفسها النهارده، بوسي شلبي. مساء الخير. بحب اسكندريه وبعشق اهلها وبحرها وفنها. الفن طلع هنا من اسكندريه. سعيده، تحيه ليكوا يا اسكندرانيه يا غنيه. بحبكم قوي، انتوا العشق، بلد الحبيب الغالي محمود عبد العزيز. ليا الشرف النهارده ان انا في دوره فنان عظيم بحبه وبحترمه وبقدره على المستوى الفني والشخصي، وهو عاشق وبيحب السيما، دوره الفنان الكبير محمود حميده. أنا اللي طلبت النهاردة إن أنا أجي أقدم الغالية بنت الغالية، وأنا سعيدة جداً إن أنا مع شعار ملوك وزعماء الكوميديا اللي أسعدونا. الشعب المصري والعربي صعب حد يخليه يضحك وصعب حد يخليه سعيد، لأن القفشات والكوميديا اللي في الست المصرية والراجل المصري موجودة في كل بيت. فعشان يجي فنان أو تيجي فنانة تبسطه وتضحكه، دول لازم ياخدوا الأوسكار. زي ما انتم شايفين الأفيش اللي على أعلى مستوى، مركب عليها زعماء وملوك الكوميديا، دول اللي أسعدونا. النجوم دي عملت مدارس للكوميديا، اتظلمت في المهرجانات لأن كان دايماً النقاد يقولك ده فيلم كوميدي بسيط، لا ندي جوائز لأفلام تانية. لكن الحمد لله احنا في دنيا جديدة، ودنيا
هتقود المركب دي. دنيا دمها كله بيجري من زمن الفن الجميل. دنيا فكرها متطور هيقود مركب الكوميديا لكوميديا جديدة، كوميديا محترمة. دنيا عاشقة للفن، دنيا عاشقة للكوميديا. دنيا هي ست بنات جيلها في الكوميديا. دنيتنا النهاردة اللي هنسلمها راية الكوميديا في مدينة الفن ودورة محمود حميدة هي الدنيا الحلوة، دنيا سمير غانم.